السلام عليكم اخوان اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ما ناقصكم خير. مرحبا بكم عندي في لا فيديو جديد. كنتمنى توصلكم نتوما احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم بغيت، لا حبيبي الله، بغيت نطيب معكم، هكا ندير معكم الروتين ديالي شنو غادي ندير للغدا. وبغيت ندير اليوم العدس، غادي نديرها غادي ندير العدس بلا مطيشه، كتجي زوينه وما كضرش المعده. ندير العدس هنا وقزبر والبصله، البصله صغيره اللي غادي نقطعها صغيره. وانا هذا العدس ديالي تقدروا ديروا اللحم، تقدروا تستغناو عليه، مره كنديروا باللحم مره لا. اسميتو غادي نديرو ف انا غندير له القديد. القديد ماشي الطبيعي ديال الحال ديال العيد الكبير، العيد الكبير قريب يوصل. هو هنا درت قطعت البصله ديالي قطع صغيره، ودرت البزار، ودرت الخرقوم والكمون، ودرت ليها الثومه، ودرت هذاك الجديد اللي قلت لكم. انا درتهم حتى تشحروا مزيان مزيان، زدت شويه الماء، ندير الماء طايب. طبعا الحين ما درتش انا الملح حيت عندي هذا ملح، وغادي نزيد العدس ديالي. شويه الصوص هكا كندير ليها انا وبلا مطيشه، وكتجي زوينه بزاف صراحه. يعني فاش غادي دير تشرب شويه؟ لا ماما لا، عاد غنزيدها المطايب، غنزيد ليها السودانيه كيبغيها، وغادي نزيد المطايب. ودابا غادي نسد عليها تطيب ان شاء الله. يعني فاش غتكون قريبه طيب غير خصني نحيد هاد السودانيه باش ما تجيش حاره. نسدها تطيب ان شاء الله. من ما عجنت بغيت ندوز نطيب الخبز ديالي. هنا عجنت غير جوج خبزات الفرن، هادي درتها عادي، وهادي درت ليها حبه السوداء فوق منها. ومن دابا بغيت نطيبو ان شاء الله. باش هنا فاش كنكون مساليه كنجلس مع ولدي كنلعب معاه شويه، كيقول لي يا ماما لعبي معايا. راكم عارفين الدراري كيكونوا بوحدهم، المهم كيبغيو شويه مع من يلعبوا، هكا كنعطي شويه الوقت وكنلعب معاه. منها كنورا هاد الحروف، ما ديروش على هادشي راه لونو كيلون حيت حاطه له هاد الفلترات وهادشي، المهم باش كيكتب وصافي. وهنا عندي هاد الحروف، هاد الحروف تاع الفرنسي يعني بحال هكا، وكاينه بصح العربيه. ومنها كنلعب معاه، ومنها منها كنوريه هذوك الحروف. وانا عندي الطوموبيلات ديالو صراحه قوت هادشي. هاد المره كتلعني الدم كنقول الواحد يخويهم، ولكن كيبقى فيا حيت كيلعب بيهم. ها هما نص حبيبي هذوك ديال هادو، يلا زيد هادو هادو هاك. شنو هذا؟ جي. برافو حبيبي. جي. برافو. برافو. طيبو. يلا سيدي كمل. واخا باقي صغير هكا كنحاول زعما نوريه، صافي باقي ما دخلت ولا الروض لا والو، كنقول هكا غير اللي شد. برافو حبيبي. يلا. كازا دولوزي. برافو. هادو تاع الفرنسي صراحة غادي معاهم الحمد لله، كيعرفهم شوية بشوية، باقي ما عرفهمش كاملين، ولكن شوية بشوية تاع العربي اللي باقي ما كيعرف فيهم والو. Yeah.
عندي حتى هذه كنلعب معاه بها، يعني كان غير كنعاونو صراحه، باقي ما كيعرفش كما قلت لكم راه باقي صغير، كنعاونو كنحلوها كامله باش نعاودو نجمعوها. كنكون دوزت وقيته مع ولدي كنلعب معاه شويه، راه كما قلت لكم الدراري كيكونوا بوحدهم كيكونوا صعابين كيبغيو معايا ملي يلعبوا، هكا كنكون جالسه كنعطي شويه الوقت صالح ولف، هكا كيقول لي ماما جي لعبي معايا واخا ما كنكونش مساليه، كيقول لي جي لعبي معايا، كنكون طالع انا جالسه معاه واحد شويه. كما قلت لكم هذوك الحروف منها كنوريه الحروف منها كنلعب معاه مره، يعني كل مره واش كندير معاه. ايوا هذا الشيء اللي كاين، الوليدات هما هادو كنحاولوا نعطوهم الخاطر وصافي. كنتمنى نعجبكم ونكون خفاف ظرف على قلوبكم. من بعد ما ساليت معها، من بعد ما ساليت اللعب معها واحد شويه صافي، دزت حطيت الغدا ديالنا نتغداو. مهم على هو الغدا ديالي من بعد ما وجد، كما كتشوف هاد العدس راه كتجي زوينه بلا مطيشه وما كتضرش في المعده. كما قلت لكم كنت انا شحال هادي ملي كنت كندير فيها مطيشه ما كينوض حتى كتكون المعده ديالي كضرني بزاف. المهم هنا درت غير شويه تاع عصير تاع المانك، وهذا هو الخبز ديالي طيبته. كنتمنى لا فيديو ديالي تنال الاعجاب ديالكم ونكون ديما خفيفه ظريفه على قلوبكم. الى اللقاء الى فيديو القادم ان شاء الله، وما تنساوش الى عجبتكم لا فيديو ديالي تشجعوني، واللي مازال مشترك في القناه ديالي يشرفني.